تعرف شوية في الألغاز؟ شوية شوية. الفقرة الأخيرة من البرنامج عندنا فيها لغز، لغزنا العدد اليوم يقول يكبر ما يشيب، يتلوى ما يعيب، ويغلي ما يطيب. استخرج لي وشنو هما هاد الثلاث، هما ثلاث حاجات تحوس لي عليهم. يكبر ما يشيب، وش هي بالك وما وش الحاجة اللي تبالك تكبر وما تشيب؟ سالبون، تعبان. إجابة صحيحة، فهو التعبان ما راحش يتلوى، ما يتلوى ما راحش يعيب. الأخيرة ويغلي ما يطيب، وش بالك هي الحاجة اللي تغلي وما تطيبش؟ حاجة هذه ماشي يعني مالي. حاجة مش تغلي ما تطيب، ديرها تغلي 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 بصح ما تطيبش كامل. مش ما تطيبش محبي وما تنتكلش ولا ما تطيبش الله ما لعب بالي هذه ما قلت ليش من زعما باليش عندك هكذا راح تديرها تغلي فوق النار وما راحش تطيب الماء. حاجه اللي تكبر وما تشيبش هي شغل شيء ولا كيف؟ هو حيوان. حيوان جنين. إجابة خاطئه. الجنين اصلا شعره ابيض. خمم الحيوانات اللي شعرك حل وما يشيبش. شعرك حل وما يشيب. نساعدك، هو من الطيور. من الطيور. الغراب. نعم إجابة صحيحة. روح دوكا يتلوى ما يعيب. يتلوى ما يعيب. الحنش. الثعبان. ثعبان. نعم إجابة صحيحة. الحنش والأخيرة ويغلي ما يطيب. يغلي ما يطيب. يغلي ما يطيب. هذه شوية واعرة. حاجة تغلي وما تطيبش. سيكي فطنيك شعف ساكي سهل. حاجة إلى درناها تغلي ما تطيبش. حم بنادم. شو البنادم ديروه يغلي؟ لا لا تقول سيديك شعف ساكي. قلت لك الشيء حاجة راح تديرها فوق النار تغلي وما راحش تطيب كامل. لوحة. لا إجابة خاطئة. تلوى ما يغيب ويغلي ما يطيب. يغلي ما يطيب نورمال من الماء. حاجة اللي تغلي وما تطيبش هي الماء. دوكا عندك يكبر ما يشيب ويتلوى ما يعيب. يكبر ما يشيب وشنو؟ يكبر ما يشيب. يكبر ما يشيب والله شرعي. شنو هي الحاجة اللي تكبر وما تشيبش؟ والله راح نقول لك واحد. نساعدك، هو من الحيوانات الغراب. نعم فهو الغراب يقعد دائما أسود. مم يكبر ما راحش هو يقعد أسود ما راحش يولي. ودوكا يتلوى ما يعيب. يتلوى ما يعيب لفعة. يكبر ما يشيب الغراب. نعم والإجابة صحيحة، فهو حيوان، هو من طائفة الطيور. الوحيد اللي ما يوليش أبيض. ما يوليش أبيض لي يطلق ويرتاع نوار. نعم صحيح. والآن عندك يتلوى ما يعيب. نساعدك شوية، هو ثاني حيوان. سيربون. ثعبان. نعم الإجابة صحيحة، فهو قد ما يتلوى هو ما رحش يعيب ولا يعني لأنه عنده الجسد تاعو مارن، عمود فقري تاعو مارن. خلاص بقى لك الاخر ويغلي ما يطيب. سهله هذه. لو الماء. نعم الاجابه صحيحه، الماء قد ما راح يغلي وقد ما راح نخلوه فوق النار يغلي ما راحش يطيب. نعم يعطيك الصحه. وي يتفابوريزا وي بصح باش يطيب. لا لا يعطيك الصحه. شكرا لك. تعيش يا اختي الله يحفظك.